يا زفته، انت واقفه عندك هنا بتعملي ايه؟ هي مين دي اللي زفته؟ انت زفته وستين زفته كمان. من فضلك ما تتكلميش معايا بالطريقه دي. انا لولا ان انا متربيه كنت وريتك شغلك. متربيه؟ وهو انت لو متربيه ايه اللي هيوقفك هنا؟ وبعدين انت اصلا لو متربيه لي طلعي قوده سيدك. سيدي مين؟ احترمي نفسك بقولك. ايه ده؟ بس ايه زعيد على الصبح؟ في ايه؟ مفيش حاجة. تعالي هنا، انا مش هسيبك تمشي غير لما تقولي انت كنت واقفة هنا بتعملي ايه. ممكن تفهموني في ايه؟ الزفتة دي كانت واقفة قدام باب اوضتك. ما تطوليش لسانك بقولك. اسكتي يا عروة. بس كنت بتعملي ايه يا ليلى؟ ولا حاجة، انا كنت جاية اشوفك صحيت ولا لا عشان احضر لك الفطار زي ما استاذ راجي قال لي. يا حرام، تحضري له الفطار ليه؟ هو انت شغاله هنا؟ انا مش شغاله ومش هستحمل منك كلمه تانيه. وريني هتعملي ايه؟ ما توريني. تعالى هنا، انت في ايه بينك وبين البنت دي جراها انها تطلع اوضتك؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ واي كلام بيتقال؟ البنت دي محترمه جدا ومفيش ما بيني وما بينها اي حاجه. هو انت ازاي بتتكلم عادي كده كانها واحده زينا؟ هو انت مش شايف الفرق اللي بيننا؟ بقول لك ايه؟ مش ناقص استفزاز على الصبح. طب اثبت لي ان اللي في دماغي ده مش صح. اثبت لك ازاي يعني؟ ما اعرفش ازاي. شوف انت ازاي. لا انا مش في المود خالص دلوقتي. انا هغير لك المود. ايه يا بنتي ده؟ وانت ما بتحسيش؟ اخويا سايب البيت وامي تعبانه وحالتها زي الزفت وعايزه تغيري لي المود. يا حبيبي شور، انا حاسه بيك بس برضو يعني انت وحشتني قوي يا موري. خلاص بقى. طب هتروح الجامعه؟ لا خلاص، انا كمان مش هروح الجامعه وهفضل قاعده معاك. وانا افتكرت كلاس مهم دلوقتي ولازم اروح الجامعه. رايحة فين؟ استنوني بره في الليفنج لحد ما اغير هدوم. ايوه مامي، مش هتصدقي اللي حصل. What happened, Layla? حاسه نفسك احسن دلوقتي؟ بحاول. احنا ما قعدناش مع بعض واتكلمنا لوحدنا من ساعه ما رجعت من السفر. ممكن بقى تقولي لي ايه اللي حصل بينك وبين علي خلاه يسيب البيت ويمشي؟ والله يا بابي، خناقه عاديه زي خناقه اي اتنين اخوات يعني. علي هو اللي بقى سنسيتيف، بيكبر كل حاجه. واضح انها مش خناقه عاديه. ممكن اعرف بقى ايه سبب الخناقه اللي مش عايزين تحكوه لي ده؟ علي وملك اتخانقوا، او بالاصح يعني علي ضرب ملك. ليه؟ عشان علي لقى ملك في الاوضه عندي. بس والله يا بابي الموضوع مش زي ما حضرتك فاهم يعني. الموضوع ان ملك طلع ورايا الاوضه عشان كان عايز يشوف ذوقها. علي هو اللي افور الموضوع وعمل حوار. هطول عمري بثق فيك يا لينا وبثق في تصرفاتك، وعارف انك عمرك ما تسمح لحد يتجاوز حدوده معاك. بس في نفس الوقت مش عايزك تعملي حاجه تتكسفي منها. والله يا بابي انا عارفه اللي انت بتقوله ده. هو انا لومت نفسي كتير قوي على اللي حصل. ما كانش ينفع اسمح لملك ان هو يطلع الاوضه عندي لايا كان السبب. ولو كنت اتصرفت صح ما كانتش حصلت اي حاجه من دي، ولا كان حصل اللي حصل لمامي. خلاص ما تلوميش نفسك، اللي حصل حصل. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. انت ليه ما رحتش تشوفي لها؟ مش قادره يا بابي، مش قادره اشوفها وهي في الحاله دي، خصوصا ان انا عارفه ان انا السبب. انت مش السبب ولا حاجه،
ريهام محتاجانا قوي، لازم كلنا نبقى جنبها. سارة بتسلم عليكي بتقولك ما تقلقيش، الشغل ماشي كويس قوي في السنتر. كويس. شد حيلك بقى يا حبيبتي وتقومي بالسلامة كده وترجعي على بيتك. صحيح أنا مبسوط إنك أنت معايا هنا وقاعدين مع بعض، بس هنبسط أكتر لما ترجعي بيتك وتنوريه. صباح الخير يا عمي. أهلا يا كمال، صباح النور. ازيك يا الهام؟ عاملة إيه؟ في أخبار عن علي؟ الحقيقة لسه، بس هنلاقيه إن شاء الله. أنا مش هرتاح لما يرجع. نفس اللي كنت بتقوله لي زمان يا كمال، بس المرة دي مش هقدر استنى 20 سنة، بجد مش هقدر. تعالى يا كمال أنا عايزك. يلا علشان ناخد الدواء. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادرة. حرام عليكي، أنا عندي بنات هتبور، دول على وش جواز. يلا يلا عشان ناخد الدواء. يلا حبيبتي. لا 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 يا كمال، مالكش حق تدخل لينا في موضوع زي ده. ايوه عمي، بس انا كنت اعمل ايه؟ هي اللي قعدت تزن واصرت انها تيجي معايا، بس اللي اسمه توفيق ده ما يعرفش مين هي. ما تقلقش. طب وعملت ايه في موضوع علي؟ سامح ما وصلش النتيجه بخصوص عثمان والصوره؟ مش عارف اقول لك يا عم لسه. ما هو احنا لو لقينا علي ما احناش هنضطر بقى نقعد نلف وندور حوالين الواد اللي اسمه حسن ده. انا عارف يا عمي، الاولويه اكيد اننا نلاقي علي، بس انا برضه مش هسيب حسن يفلت بعملته دي، لا هو ولا فريد. لينا قالت لك ايه؟ ما تركز معايا يا كريم وتقول لي لينا قالت لك ايه؟ ما انا قلت لك يا ابو علي، هي عايزه تشوفك وتكلمك. ما ترجع لها يا حسن، هي شكلها كانت زعلانه قوي. زعلانه عشان مشيت؟ هي قالت لك كده؟ لا، هي عايزاك ترجع عشان مامتها. ما تقول لي يا حسن، ايه موضوع مامتها ده؟ انا ما فهمتش. مش مهم تفهم دلوقتي، بقول لك بعدين. هتكلمها؟ اكلمها. هتكلمني بعد كده؟ اكلمك بعد كده. بص، خلي بالك من نفسك. عايز حاجه؟ سلام. هات الكوره. فين ليلى؟ ما جاتش يا حبيبي، تعبانة شوية. طب ممكن أكلمها؟ ما هو أنا كلمتها فعلا بس هي ما بتردش. تيمو، من غير زعل يا حبيبي، يلا اطلع أوضتك وغير هدومك على مديلة، تحضر لك الغدا وجهز مذاكرتك. أنا مش عارف أنا عندي إيه. يعني إيه يا تميم؟ ليلى هي اللي عارفة الهوم ورك بتاعي. طيب يا حبيبي، اطلع غير هدومك وأنا هساعدك. يلا. وانت ازاي تسكتي لها؟ والنعمه لو كنت معاكي كنت جبتها من شعرها. انا اللي غلطت يا نهد، ما كانش ينفع اعمل اللي عملته ده. بس الحاسس في نفسيتي اكتر اني اتفضحت قدام مروان. فيها ايه يعني لما يعرف انك بتحبيه؟ بعدين ليه بتقولي اتقفشتي؟ دي اروى هي اللي اتقفشت. على الاقل انت طبيعي تكوني موجوده هناك بسبب ظروف البيت بتساعدي فيه. هي بقى بتعمل ايه في غياب اهل البيت؟ انا مش هرتب هناك تاني يا عبيطه. اروى دي متعاملك وحش، ان هي عارفه ان مروان واخد باله منك. تقومي انت سايبه الملعب وتعتزلي؟ انا ولا عايزه العب مع حد ولا نفس حد. انا بفكر اسيب الشغل عند نانسي واشوف شغل الشركه اللي احمد زميلي جايبه. والنعمه ما هيحصل،
انت هتروحي وتشتغلي كمان وتطلعي سنة كمان لو حب. انت مش عامله عامله يا ليلى. وانا اللي كنت فاكراكي اجمد من كده. مش هقدر ارجع هناك تاني. انت ما شفتيش انا اتهنت ازاي من اللي اسمها اروى دي. طب انا عندي فكره. اقعدي لي كام يوم في البيت ولما نانسي ترن عليكي ما ترديش عليها. يوم في التاني بعدين بيردي وقولي لها انا مش هرجع الا لما اروى تعتذري، وان ما اعتذرتش خليهم بقى يربطوا راسهم في الحيط ويقابلوني لو لقوا حد زيك. طب وخالته؟ هقول لها ازاي اني مش هروح تاني عند نانسي؟ هتحجج بايه يعني؟ هي كانت تقولي اي حاجه لماما دلوقتي. ممكن تبقي تنزلي معانا كانك رايحه وبعدين بيخلعي. ممكن تبقى مش عارفه يا تميم، مش عارفه. وبعدين هو انا اللي بروح المدرسه ولا انت؟ ما تعتمد على نفسك شويه. ليلى هي اللي بتساعدني. وهي ليلى كانت بتعمل ايه انا ما اعرفش اعمله. عايزه اكلمها. لا وتفضل خلص مذاكرتك عشان تنام. يلا انا شايفك النهارده احسن. انا من رايي نروح البيت بقى ولا ايه؟ ما وحشناكيش علي؟ وحشني قوي. هترجعه ازاي يا راجل؟ علي اكيد هيرجع الان. يا ست كلها يومين وتلاقيه داخل عليكي. المهم انت بس تؤمنا بالسلام. على فكره نانسي اتصلت بيا بتاع 20 مره كانت عايزه تطمن عليكي، بس انا اتهربت منها. خايف تيجي تصدعك بالغياء ده. معاد الدواء يا حبيبتي تاخديه بقى؟ الوقت اتاخر يا راجل. هي ما عندك شغل الصبح ولا ايه؟ والله مش عايز اسيبها لوحدها. انا بقولها بات معاك احسن. هي مش لوحدها، انا بفضل معاها لحد ما تاخد الدواء وتنام. انت ما يصحش تتاخر على ولادك اكتر من كده. طب لو عايزت حاجه يا حبيبتي كلميني. ما تقلقش. صباح الخير يا حبيبتي. وانت من اهله. عن اذنك يا عمي. راجي انا كنت طلبت من فريد عهود الاستيراد بتاعت الخمس سنين اللي فاتوا. قال لي بس ده ورق كتير قوي يا عمي. شوف محتاج منه ايه وانا اقول لك. لا اصل انا كنت اتعرفت على واحد عنده شركه وكان وعدني ان هو هيورد لي مواد كيماويه بسعر خاص، فكنت عايز اطلع على العهود بتاعتنا علشان اقارن الاسعار. اه جميل جدا، كويس. هات نمر التليفون وانا اكلمه واتفاهم معاه، مفيش مشكله. ايه؟ في مشكله ان انا اطلع على العهود دي ولا ايه؟ لا ابدا يا عمي طبعا، انا بس بحاول اوفر عليك، بريحك يعني. طب خلاص هبعتهم لك بكره مع رمز. تصبح على خير. انت من اهله. يلا حبيبتي بقى عشان تاخدي الدواء. يلا. صباح الخير يا ناهد. صباح النور. هي ليلى فين؟ حبيبة قلبي لولا جت معايا لغاية باب الفيلا هنا، بس أول ما وصلنا وقفت وقعدت تصح عياط وما رضتش حتى تدخل معايا. مالك يا ليلى؟ في إيه يا ليلى؟ إنها تقول لي؟ ما قالتش، سبتها وديها زمانها دلوقتي على أول الشارع ماشية لوحدها حبيبتي. ماشي يا ناهد، شكرا. عفو. ليلى! ليلى! ازيك يا ليلى؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ حضرتك؟
انت رايحه فين؟ انا رايحه الكليه. طب اركبي اوصلك. لا لا ما تتعبش نفسك، انا هاخد تاكسي من على اول الشارع. ليلى بليز اركبي، عايز اتكلم معاكي شويه. خليها مره تانية. ما تركبي يا ليلى. ممكن تنزلي طيب؟ طب تعالي بصي اركبي بجنبي كده. ايوه كده، نقعد في الجو الحلو ده بدل خنقه الاوضه ولا ايه؟ هو لسه مفيش اخبار عن علي؟ هيرجع والله هيرجع. هيروح فين يعني؟ هو انتي معرفتيش هو مشي ليه اصلا؟ انسي، انا تعبانه تعبانه قوي. انتي رايحه فين يا الهام؟ هطلع الاوضه. الهام حبيبتي مش هينفع كده، طول ما انتي حاسه نفسك مش هتتحسني. طب ايه رايك انا رايحه النادي تغيري هدومك وتيجي معايا؟ مرة جاية يا نانسي، مرة جاية. تعالي تعالي. هي بنت اختك مش هتلم نفسها ولا ايه؟ في ايه يا مدام؟ خير؟ هي عملت ايه؟ لا ما تستعبطيش بقى، دي الهانم طايحة في الفيلا وبتلاغي مروان، دي بتطلع له الأوضة كمان. لا أنا مش عايزة استعباط، ما تعملي ليش الوش ده عشان أنا ابتديت أشك إن أنتوا الاتنين مربطينها مع بعض. يا مدام نانسي عيب كده، والختمة الشريفة وحياد شبتي، أنا ما أعرف حاجة عن اللي أنت بتقوليه ده. طب بقولك إيه، أنا اتكلمت معاكي في الموضوع ده قبل كده وحذرتك والكلام ما جابش نتيجة معاكي، أنا بس مستنية لما إلهام تهدى وتتحسن عشان أقولها وهي تتصرف معاكي. أنتي والصيعة اللي معرفتيش تربيها. يا جو. أه يا ابني أنا في المهندسين، في الكافيه اللي بنتقابل فيه على طول ده. ماشي يلا استنيك. طب انا كده هتاخر على الكليه. ليه؟ انت عندك محاضرات مهمه؟ طب ما كويس ده. بصي قبل اي حاجه انا عايز اعتذر لك عن اللي اروى عملته معاكي. هي اللي لازم تعتذر مش انت. سيبك منها عامه، يعني احنا مش جايين نتكلم عن اروى يعني. هو انت كنت بتعملي ايه قدام اوضتي؟ ما انا قلت لك ساعتها. ما هو انا مش مصدق السبب من ساعتها. استني استني خلاص. انت مش عايز تقولي لي صح؟ طب ينفع اقول لك انا؟ انا وحشتك وكنت عايزه تشوفيني حتى وانا نايم. انت عايز مني ايه يا مروان؟ انا مش عايز حاجه، انا بس عايزك تقولي لي انت حاسه بايه بالظبط. طب انا لازم امشي بقى. سلام. انت بتعمل ايه مع البنت دي؟ بتكلم معاها في موضوع يا يوسف. موضوع؟ موضوع اللي بينك وبينها؟ مش المشروع خلص والفيلم هيتعرض خلال اسبوع؟ يعني تتهرب من اروى وتيجي تقعد هنا مع ليلى؟ انا بصراحه مش فاهمك. والله يا ابني انا اللي ما بقتش فاهمني. ازاي هتدي له الورق يا راجل؟ افرض عرف يوصل منه الحل. ما قداميش حل تاني. لو رفضت او اتهربت هيشك فيا. وبعدين انا مش هدي له الورق كله. وعلى ما اكتشف انه ناقص ويطلب الورق هقول له ضاع او اعدمناه. انا مش مطمن يا راجل.
انا قلقان. ما تقلقش انت بس، انا عارف انا بعمل ايه. ايه هتنقل الماده امتى؟ الليله دي. رتبت كل حاجه مع رجالتك؟ طبعا. حضرتك طلبتني مستر راجل؟ ايوه مالك. طيب استاذن انا. عدى عليك في المكتب يا فريد. اقعد. يا طنط الهام عامله ايه دلوقتي؟ والله زي ما هي عايشه على المهدئات بس مفيش تحسن. يا رب بس الحاله ما تسوقش عن كده. لا ان شاء الله تبقى كويسه. انا والله كذا مره قلت لينا ان احنا نيجي نزورها انا وماما بس هي قالت لي انها تعبانه. يا ريت يعني لو حضرتك تبقى تسلم لي عليها. اوصل لها سلامك. عامل ايه مع لينا؟ تمام الحمد لله. لينا حكيت لي على حصل وانا مسافر. بص يا مستر راجل والله مش انا اللي بدات، هو علي ما كانش في حالته الطبيعيه اليوم ده. حضرتك حتى ممكن تسال لينا. علي مش قضيتي دلوقتي. لينا اهم انسانه في حياتي ومش هسمح لاي حاجه او اي حد ان يمسها. وانا كمان بخاف عليها جدا. انا اسف وبوعد حضرتك ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. يبقى سلمني على بابا وماما. بوصل. انا اتجوزت 4 مرات ومفيش ولا واحده من اللي اتجوزتهم عمرت معايا. ليه؟ اصل انا ما بحبش النكد. انا بحب دايما اخد اللي على وش القفص وما بستحملش الحياه المفعصه اللي بعد كده. يا اسطى مرتضى عندك نقله الليله دي؟ ايه ده انا مسافر راح اشوف البيت صباح. اصلها مراتي التالته. ما ينفعش ما تجيش، دي اوامر من فوق. ان شاء الله يكون محمود بيه ذاته. وبعدين معاك ما تخليش اكتب فيك مذكره. هو انت ما فيش حد غيري تعكننه ولا عشان ما بتكلمش يعني؟ عشان بحب. والنقلة دي مهمة وبريمو وفيها قرشين زيادة. ارديك كده يا عم رامز، اديك شايف اللي بيعمله معايا. معلش يا استاذ مرتضى بس هو انا بس عندي سؤال، هو ايه الحوار بتاع الطلبية البريمو اللي هم عاملينها دي؟ دي نقلة كيماويات سايلة، بيبقوا عايزين سويق كويس وخبرة عشان ما يخيش بالحمولة ويحصل مصيبة. اللهم احفظنا. طب انا فاضي بالليل، انا ممكن اطلع معاك الطلعه دي. واول مره اتكلمنا على مراتك الرابعه. فكره مش بطاله. ودينا نتساير لغايه ما نوصل بالنقله. ايه والله يا يوسف، ما اقول ان انت اللي قلت لي. ايوه يعني كانوا قاعدين مع بعض بيعملوا ايه؟ قاعدين ازاي يعني؟ اوكي ميرسي يا جو، باي. في ايه؟ يوسف شاف مروان وليلى قاعدين مع بعض في كافيه، انا مش فاهمه وعاجبه فيها ايه الجربوعه دي؟ انا مفكر اروح لمروان دلوقتي واتخانق معاه. شش اهدي شويه، سيبيلي الموضوع ده انا هتصرف فيه. ما انت كل مره بتقولي لي كده وما بتعمليش حاجه. ما انا لسه مبهدله خالتها، وبعدين واضح ان الاشكال دي المواجهه معاهم ما بتجيبش نتيجه. بيفضلوا يتمسكنوا ويعملوا مظاليم. استني عليا شويه بس لغايه ما الاقي لهم حل تاني. قلب مامي اخبارك ايه؟ عملت ايه النهارده؟ I'm punished. Punished؟ ليه؟ عشان ما عملتش homework. وليه ما عملتش الهومورك؟ وانا المفروض اعمل لك ايه دلوقتي؟ انا عايز ليلى ترجع. انت تنسى ان ليلى دي ترجع خالص، وبعدين بقى اعتمد على نفسك شويه. كنا في جره وطلعنا لبره يا ست ليلى. والله العظيم يا خالته ما حصل حاجه. كنت عاوز ايه يحصل اكتر من كده؟ ده انا كنت رافعه راسي بيكي في كل حته. تركي زي السوس. بتنخري فيا وانا مش دريانه. انا توقفيني قدام واحده ما تسواش في نظري شيلين. تخلي راسي في الارض. توقفيني قدامها زي التلميذه. معلش اللي ينزل عينك يا خالته. انا عارفه اني غلطانه والنبي سامحيني. انا مش هروح هناك تاني ولا حتى البيت نانسي. لو عايزه ما تشوفيش وشي في البيت هنا كمان. انا عامل كده يا خالته.
ما قلت لك وحذرتك، قلت لك احنا عالم وهم عالم تاني. اللي زينا يا بنتي ما لهمش في الدنيا دي غير حبة كرامة. طول عمري رفع راسي بيكي في كل حتة، انتي سندي وعكازي، كسرتك تكسرني. انا هبقى كويسة اوعدك، وبكرة تشوفي. انا خلاص هاخد الشغلانه اللي احمد زميلي جايبها لي، ويا رب تظبط. تعالي يا خدته، ان شاء الله ربنا هينصرك. من سيرك وانت لسه تعبان؟ بس زهقت من الرقدة لوحدي، قلت اما اجي اقعد معاكم شويه. وانت لابس ورايح فين؟ انا عندي شغل. شغل ايه يا ابني؟ ما انت لسه راجع، مفيش ساعه. عندي نقله عفش كده مع سواق معرفه، هيطلع لي منها قرشين او فلوس تساعدنا. لحد امتى يا ابني هتفضل شايل هم البيت لوحدك وانا عايش عالي عليك؟ امتى ربنا بقى يريحني من العذاب ويريحكم من همي؟ تقفل من بقك بعد الشهر؟ طول طول عمري ليك يا بابا، ربنا ما يحرمني منك يا رب. ربنا ما يحرمناش منك انت يا ابني ابدا. ولا يحرمني منكم. طب مش كنت تتعشى يا ابني قبل ما تنزل؟ مش هينفع يا بابا، انا بجد اتاخرت. يلا سلام يا جماعه. هتتاخر بره يا رامز؟ احتمال، انتوا ناموا انتوا بس، وانا اول ما اخلص شغل هاجي على طول. بالسلامه يا حبيبي. هتشرب فنجان قهوة عمرك ما شربت زيه. أكيد طبعًا، مش من إيد حضرتك. اتفضل. الحقيقة أنا بصيت على العقود بصة سريعة، ولقيت إن إحنا تقريبًا ما بقيناش نشتغل غير مع الشركة دي. مع إن في شركات تانية مقدمة شغل بنفس الجودة وأقل في السعر، ودي غريبة شويتين حضرتك. طبعًا غريبة. أنا هستأذن سيادتك إن أنا أخلي العقود دي أذاكرهم شوية كمان. أه وماله؟ وأنا عايز معلومات عن الشركة دي، عايز أعرف مين أصحابهم، وعايز أعرف سمعتهم إيه بره، وإذا كان في حد من عندنا من الشركة على علاقة مباشرة بيهم ولا لأ. طبعًا أنت فاهم أنا قصدي إيه. طبعًا فاهمك يا عمي، بس ده موضوع هياخد شوية وقت. ياخد زي ما ياخد، أنا عايز أوصل للحقيقة. بعد إذنك يا عمي، راجي طبعًا ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. لا طبعًا، ومش عايزه يعرف لحد ما يبقى في إيدي معلومات. ولو ثبت لي ان فريد له دخل بالموضوع ده، انا مش هكتفي برفضه، انا هسجله كمان. هشام، انا معتمد عليك في الموضوع ده. متشكر على ثقتك فيا يا عم. انت سايبني ايه؟ انت ناسي ان انا والدك كنا اصحاب؟ الله يرحمه. وطلعت قصه مش اي قصه، وانا كنت فاكرك ابيض يا ورد يا ام محمد. ام محمد مين يا مرتضى؟ دي كانت مرات الرابعة وأنا جوزها التاني، بس كانت حتة وتكة، كان يتفتلها بلاد في الحلاوة. أخوك حبها ووقع في الآخر، وبرضه ما عمرتش معايا. وما عمرتش معاك ليه؟ أقول لك يا سيدي، قضي الطريق طويل وبناخد وندي بشكل ودي. إيه ده؟ أقف أقف يا مرتضى، أقف! يا رب. باشا باشا باشا، انت كويس يا باشا؟ انت تمام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تمام اللي انت عملته ده، الله يخرب بيتك. الباشا مش عايزين دم.